بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعاظمت نعماه وهو الذي لا يحمد سواه، جلت قدرته تعاظمت أنعمه، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على خير الورى وشفيع الأنام سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الحضور الكريم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنعمتم مساء وطبتم وطابت أوقاتكم، وأرحب بكم بجميل عبارات التحايا والترحاب، مقدما لكم أجمل التبريكات من عقاد المؤتمر الأول لحزب الوسط الاجتماعي هنا بجهة إقليميم واد نون، وهي مناسبة تنظيمية لهذا الحزب الوطني الذي يشارك في تقدير المواطنين والمواطنات عبر ربوع المملكة. ومحطة جهة إقليميم واد نون من المحطات المهمة التي تسهم في إرساء البناء الديمقراطي للمملكة المغربية الشريفة المملكة. وحزب الوسط الاجتماعي باعتباره حزباً من أحزاب هذا الوطن يعقد مؤتمره تحت شعار بارز الوحدة الترابية فوق كل اعتبار، وهي محطة تنظيمية لهذا الحزب تأتي في سياق وطني متسم بالعطاءات، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. يأتي كذلك تنظيم هذا المؤتمر الجهوي الخاص بجهة إقليميم واد نون في إطار أو بين حدثين تاريخيين بارزين في مسار استكمال الوحدة الترابية وتحقيق استقلال ونيل استقلال المملكة. يتعلق الأمر بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة وما تحمله هذه الذكرى من دلالات عميقة وغنية وطنية، ونحن على أهبة الاستعداد كذلك بالاحتفال بذكرى الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، وهي مناسبات وطنية نخلدها ونحن نحتفي بهذا العرس التنظيمي لحزب الوسط الاجتماعي. الحزب السيد الكاتب الجهوي والمنسق الجهوي للحزب، السادة الكتاب الإقليميون للحزب بجهة إقليميم واد نون والذين يمثلون إقليم إقليميم إقليم سيدي إفني إقليم الطنطان وإقليم أساساك،
السيدات والسادة منخرطو متعاطفو مع الحزب، أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في انعقاد هذا المؤتمر الجهوي الذي يعد لبنة أساسية من لبنات فعل التأسيسي لهذا الحزب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين المحترم لحزب الوسط الاجتماعي، السيدات والسادة ممثلين أحزاب جهات قرمين مدنون، السادة أعضاء شبيبة الحزب الوسط الاجتماعي، منخرطو ومنخرطات متعلقين بالحزب، ممثلين الصحافة الوطنية والمحلية، نود أن نشكر كل القيادات الوطنية لهذا الحزب الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة المغربية ليشهدوا انعقاد هذا المؤتمر، وهي مناسبة للتنويه بعطاءاتهم وعملهم الدؤوب خدمة لهذا الوطن العتيد، وعلى رأسهم السيد الأمين العام للحزب السيد الأحسن مديح، فليتفضل أيها الأفاضل تحت تصفيقاتكم في كلمة. مرحبا بك سيد الأمين العام، نرحب كذلك بكل أعضاء المكتب السياسي وبسيد رئيسة منظمة المرأة وكل الحاضرين والحاضرات الذين أتونا من كل تمثيليات الحزب عبر ربوع المملكة، نرحب بكم ونقول لكم بلغة الضاد يا مرحبا بكم، أوان طلعتكم يا عالمين من أين تؤكل الكتف، فمرحبا قولها باللفظ متحد لكنها باختلافكم تختلف. بلغة أهل الصحراء نقول مرحبتي بالجانة غاصب، مرحبتي بالجانة غاصب من تلو يسوى من قبله، والشكر ما هو مغتصد يا مرحبتي ساد وسهلا، أهلا وسهلا. كلمة شكرا بك والنبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر حكومي بحيث اجتماعات إلى أن خرج اجتماع سنة مؤتمر كبير، مؤتمر منظمة المرأة، مؤتمر تاريخي عقد في كلمي سنة 2012، زال أصدقاء المؤتمر كيف أن كلمي هي بوابة الصحراء، وهي تعطي وأعطت المقاومين الأشداء الذين لا يباهون ولا يشترون ومعروفون بإخلاصهم لوطنهم ولبلادهم، وهم ويتوفرون على سمعة كبيرة داخل المغرب. عندما تقول أن أحد الأشخاص من بولمين أو من بوزكان أو من برجرار أو من هذه المناطق، كتعرف المعقول أن المعقول شيء مشكلة، ولذلك نحن متأكدون أن الشباب وعلى رأسهم السيد صلاح سيغيرون ويسعون إلى التغيير، لأن اليوم المطلوب هو التغيير غير المسؤولية. غير الخوف نقول للشباب خصنا نعرفوا على أن التي تحدثت عن تدعو السيدة رئيسة منظمة المرأة الوسطية الأستاذة ياسمين ساجلي في كلمة بالمناسبة باسم منظمة المرأة الوسطية، فتتفضل. مشكورة كانت تحت تصفيقها. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
والسليم. السيد أمين عام لحزب الوسط الاجتماعي. السيدات والسادة منسق الحزب على الصعيد الوطني. ممثلي وممثلات تنسيقات المنظمات الموازية للحزب للجهات والأقاليم. السيدات والسادة الشرف. يشرفني ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدعوتكم الكريمة لحضور هذا المؤتمر الجهوي، ويسرني أن أكون معكم اليوم بصفتي كرئيسة منظمة الحركة الوسطية المنضوية تحت لواء حزب الوسط الاجتماعي. وأخص بالشكر أهالينا في أقاليم الصحراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. نؤكد التزامنا الراسخ بوحدتنا الترابية لوطننا العزيز وتلاحق جميع مناطقه وأقاليمه، وخاصة الأقاليم الجنوبية الغالية. اليوم أخص بالذكر المرأة الصحراوية، حيث أنها تثبت يوما بعد يوم أنها رمز الصمود والقوة، تلعب دورا حيويا في دعم أسرتها ومجتمعها. ويجب أن لا ننسى مشاركتها في الانتخابات، وكذا المشاركة في الشأن المحلي، كما أن لها الحق في النصف يمكنها أن تكون جماعية أو برلمانية. كما أشيد بدورها الهام في المجتمع وحرصها على التأثير في القرارات التنموية، رغم أن المرأة الصحراوية تملك حق التصويت وتمثل نصف الناخبين. ونحن كمنظمة للمرأة الوسطية دورنا أن نقدم عدة جهود لدعم حق المرأة وخاصة المرأة الصحراوية في الترشيح للانتخابات وتعزيز حضورها السياسي، ومن ضمن برامجها تنظيم أوراش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل النساء للترشح وتزويدهن بالمهارات القيادية والسياسية، مما يساعدهن على تجاوز التحديات والظهور كمرشحات مؤهلات. ومن هذا المنبر ندعو المرأة، وأخص بالذكر المرأة الصحراوية، إلى المشاركة في الانتخابات وتدبير الشأن العام. أود أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان لجميع المنظمين والمشاركين على جهودهم المخلصة في إنجاح هذا الحدث. إن التزامكم وتعاونكم يعكسان حرصكم على تحقيق الأهداف المشتركة. أتطلع بشغف إلى نقاشات مثمرة وأفكار بناءة ستساهم في تطوير مسارتنا وتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبارتجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جريدة أرض بلادي، جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.